أعلنت شركة كالفالي النفطية عن وقف كافة الأعمال والأنشطة في القطاع 9 النفطي بحضرموت، وذلك نتيجة استمرار حالة القوة القاهرة في البلاد. نعم، وقال بيان صادر عن شركة كالفالي حصلت قناة يمن شباب على نسخة منه إن سبب تعليق الأنشطة والأعمال في القطاع 9 يأتي بعد تدهور الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الماضية في منطقة الخشعة قطاع 9 في محافظة حضرموت. وأوضح البيان الصادر عن الشركة أنه خلال الأيام الماضية تم استحداث نقاط أمام بوابة الشركة وقطع الطرقات وتوقيف نقل قاطرات النفط، ما أدى إلى إضراب عملية الإنتاج والنقل منذ 14 من ديسمبر الماضي، مشيرا إلى وصول مرحلة التوقف الكامل للإنتاج في 11 من يناير. إذا للوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني. نرحب بك سيد عبد الواحد معنا في أخبار المنتصف. إذا شركة نفطية يعني نتيجة للأوضاع الأمنية كما تحدثت يعني القاهرة سوف تغادر البلاد، من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع الأمني ومغادرة هذه الشركات النفطية للبلاد؟ يتحمل مسؤولية في تصوري رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المسؤولين عن الانتاج بالقطاع النفطي، لانه حسب الانباء التي وردتنا انه من قام بعمليه التقطع هم مجاميع من الحبه الحضرميه الثانيه والذين يحملون مطالب مشروع اتصور ولهم كل الحق ان يطالبوا بها رغم اعتراضي على الاسلوب، لانه في النهايه المتضرر هو المحافظه واليمن بشكل عام، لكن الفساد المستشري والتجاهل التام من قبل رئيس الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب ووزارة النفط لكل مطالبات الحبة الحضرمية من الإعلان عن كمية الإنتاج وتخصيص الكمية الكافية من الوقود لمحافظة حضرموت والقضاء على الفساد والشفافية في القطاع النفطي، كل هذه مطالب مشروعة ويحق لهم أن يطالبوا بها، ويعني من الإيجابي أنهم فقط استهدفوا لنقول مرة أخرى مع اعتراضنا على الأسلوب استهدفوا شركة كالفالي التي تنتج كمية بسيطة ربما بين 4000 إلى 5000 برميل يوميا حسب تصريحات الشركة، لكن المهندسين بيأكدوا أن الكمية أكثر من 9000. الهبة كأنها مثلا تعترض عمليات بترومسيلة برغم الفساد والمشاكل الكثيرة الحاصلة في بترومسيلة كأكبر منتج للنفط داخل محافظة مأرب، وبالتالي على رئيس الحكومة وعلى السلطة المحلية أن يستجيبوا لمطالب الهبة الحضرمية ومطالب المواطنين المشروعة لحلها والتمكن من استئناف إنتاج النفط من المحافظة والتمكن من والاستفادة كذلك من الغاز الذي يتم حرقه في الهواء دون أن تستفيد منه المحافظة، وكذلك العمل على تلبية متطلبات المواطنين بإنشاء مصفاة خاصة لحضرموت تزود المحافظة بما تحتاجه من المشتقات النفطية. نعم، الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني السيد عبد الواحد العوبلي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.